بدءاً من اليوم يمكن للأشخاص الذين مرت 7 أيام على تلقيهم الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا استخراج جواز التلقيح بعد أن تم إطلاق هذه الخدمة رسمياً اليوم عبر منظومة إيفاكس. التلقيح اللي يأخذوهم على جرعة بركة، اللي احنا في تونس عنا جونسون، هذاك يزمى 28 يوم باش نكون نقول كمل التلقيح نتاعه ولا افيكاس، ووقتها يجم يتحصل على الباس فاكسينال. هي الجرعه الثالثه ما عندهاش دخل بالباس فاكسينال، معناها عباد عملوا ولا ما عملوش الجرعه الثالثه ما تدخلش في الباس فاكسينال، معناها احنا ناخذ باعتبار كان جرعة واحدة من جونسون ولا جرعتين من التلقيح الأخرين. ويمكن لكل شخص يبلغ أو تجاوز 18 واستكمل جدول تلقيحه الحصول على هذه الوثيقة في شكلها الورقي أو الرقمي عبر اللجوء إلى فضاء المواطن بموقع منظومة إيفاكس. يحط نمره الإيفاكس نتاعه، مش يجيه رقم على الهاتف نتاعه، يتكون 6 أرقام عبارة على يعني كلمة عبور، هذيك يبدأ ياخذ شي يحب يخرج مثلا جواز تلقيح يلقاه موجود، جواز التلقيح يلقاه مستعمل فيه كيو كود بتقنية ديدي دوك اللي هو عبارة على مشفر، معنى كيو كود مشفر مستحيل باش واحد ينجم يستنسخه. التثبت من صحة المعطيات المدرجة بجواز التلقيح سيكون عبر تطبيقة مخصصة للغرض. هي تطبيقة تقنيا لا يمكنها ان يعني باش تسجل اي معلومة على الهاتف اللي تستعمل فيه، واحنا يعني قانونيا في القرار اللي سيصدر مشترك ما بين وزارة التكنولوجيا ووزارة الصحة سيتم يعني التنصيص على انه ممنوع انه يسجل باي طريقة اخرى، مع انها المنظومة ما تخليهوش يسجل، يجم يستعمل طرق أخرى، دونك هو سيعاقب بحسب قانون حماية المعطي الشخصية إن لم يحترم هذه القاعدة. كما أكدت ممثلة وزارة تكنولوجيات الاتصال أن المفاوضات على الاتحاد الأوروبي تقدمت صوتا كبيرا بشأن الاعتراف بجواز التلقيح. استعراف بجواز التلقيح التونسي، وباش يكون يعني في جواز تلقيح ختم مرئي ثاني أوروبي باش يسهل عملية السفر التونسي واستعماله الجواز التلقيح حتى خارج البلد التونسية. احنا قاعدين في اللمسات الأخيرة، قريبا إن شاء الله يعني إن شاء الله ما يبدأ يعني في الأشهر القادم إن شاء الله يبدأ عنا هالتعارف المتبادل بجواز التلقيح. ولئن أكد المتدخلون أن جواز التلقيح ليس إجباريا وسيبقى اختياريا، لكن فرض الاستظهار به في الأماكن المحددة وفق المرسوم الرئاسي الهدف منه أساساً الحفاظ على الصحة.